البنات كي دايرين، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي داير مع عزيز عليكم؟ نتمنىكم البنات تكونوا بخير وعلى الف خير، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال، وندعو بالرحمه على التركيين والسوريين في هذه المصيبه اللي صابتهم، والله يجعل ربي يرحمهم ويجعلهم من الشهداء ان شاء الله يا رب العالمين. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا النهار البنات عندنا واحد الوصفه خفيفه، واحد الفطيره سائله في المقله، كتجي سائله بالاعشاب المنسمه. نبداو على بركه الله. عندنا في هذه الفطيره السائله عندنا كاس ديال العنبه عامر المدافي، معلقه نتاع سكر حبيبات، عندنا معلقه ديال الخماره حبيبات حتى هي، ما نديروش المعجونه، نديرو هاد الحبيبات، هاد الخماره الحبيبات هي اللي كتفاعل مع هاد البروده، كنضربوها مزيان مع داك الماء ديك السميده، ما نديروش الملحه، دائما كنجنبو الملحه على الخماره باش كيتفاعل مع السكر مع الخماره والماء، هذا دافي، نضربوها ونرجع معاكم. السلام عليكم البنات، في هاد المرحله مين اختمر معنا داك الخليط نتاع السكر والماء دافي والخماره، شو تبارك الله على تفاعل الطلب مع بعضياتو. غادي نضربو شويه باش ينزل معانا، غادي نزيدو كاس نتاع العنبه ديال الحليب يكون حتى هو دافي، نزيدو واحد الحبه ديال البيض، نزيدو نص كاس نتاع الزيت، نزيدو الاعشاب المنسمه، عندنا الزعتر، عندنا قزبر حبوب مطحون، عندنا شويه ديال الزعتره حتى هي مطحونه، كاين الزعتر والزعتره، شويه ديال الخليط ديال كفتلي حتى سميتو، شويه ديال النعناع البلدي مطحون، والملحه بطبيعه الحال، نكبو هذا الخليط مع هذا الخليط كامل، ونزيدو القزبر ومعدنوس، نزيدو واحد الرشيشه ديال الملحه، نخلطو هذا الخليط كامل، درنا الاعشاب المنسمه، درنا البيض، درنا الزيت، درنا الحليب دافي، درنا شويه ديال الملحه، ودابا غادي نزيدو كاسونس نتاع الفرينه، كاسونس ديال الفرينه يكون مغربي بطبيعه الحال نتاع العنبه، نضيفوه شويه بشويه، وما ننساوش واحد الساشيه ديال الخماره حمراء، ما ننساوهاش حتى هي، نضيفوها لهذا الخليط. نديرو بالتدريج الفرينة شوية بشوية، صبعتنا على هاد الشكل هذا، مجاري بزاف مقاسح، يعني هي كاسونس تاع الفرينة. يجي فيها واحد البنه، هاد الفطيره ديالنا اللي تجي واحد البنه فيها لذيذه، بهاد الاعشاب اللي شاركتهم معاكم كتجي خفيفه وحشيشه، وعاد غادي نزيدو عليها شي اضافات من الفوق، بغيتكم البنات تجربوها حتى نتوما. نخليوها تختم معانا شويه، المرحله الثانيه نزيد تختم معانا ربع ساعة حتى نص ساعة، غير وجدنا الحشوة اللي كنديروها من الفوق.
بعد ما اختمرنا داك الخليط صبح على هاد الحجم هذا، غادي نكبه في واحد المول يكون مدهون بحجم 26 سنتيم، يعني هكا ما كبير ما صغير، يكون هكا متوسط. حنا ما بغيناش هاد الفطيره تجينا منفوخه بزاف، بغيناها تجي مسطى ما منفوخه بزاف ما رقيقه. غادي نكبو داك الخليط بعد ما اختمرنا التخميره الثانيه في هاد المول هذا. الرائحة البنات طيبة، الأعشاب كتجي بنينة، كتجي فيها واحد المذاق روعة البنات. بغيتكم البنات تجربوها، صحية لأن ما فيها شي مواد حافظة الله، يعني غير بالأعشاب باش نديرو فيها داك التخربيق بزاف. ودابا غادي نديرو لها الفرماج، الفرماج نديروه من التحت ونديروه من الفوق باش تجينا ديك التعليكة ديال الفرماج. ديروا الفرماج، نزيدوا البنات ما شاركتش معكم هاد الكفته تاع لادانت، نزيدوا شويه ديال البصله حتى هي شحرتها يعني عاديه، شحرتها بشويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البصله شحرتها غير شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه. جاتني عاديه ان ما بغيتش نشاركها معكم، وحتى هاد الكفته شحرتها غير بشويه ديال الزيت البلدية حتى هي. كاين اللي بغى يدير صدر الدجاج يدير، ولا يدير الطون، ولا انا عندي متوفر هاد شويه ديال الكفته حتى هي شحرتها بزيت الزيتون، هاد الكفته شويه ديال الملح وشويه ديال الحبه كحله، بغيت نعمر بها هاد الفطيره هادي. الانسان يديرها للفطور صباح مع الغداء، ولا يديرها للعشاء يوجدها للوليدات. سهله ما كتجيش شي حاجه فيها، سهله. نزيد شويه ديال الزيتون مقطع هكا رقيق، والفران حنا نصاوبو هكا والفران نديرو يسخن مزيان لان الفطيره ديالنا راها خامره. نزيدو داك الفرماج المتبقي اللي بقى لنا، تجي على شكل شي كيكه وهي مالحه بالاعشاب. سخنا الفرن ديالنا، غادي ندخلوها دابا الفرن، يكون كان في الاول 250 حراره، ودابا غادي نردوه 200 نقصوا له 200، نشعلوه من الفوق ومن التحت. بعد البنات ما طابت لنا حيدناها من الفران، حيدناها بداك المول ديالها باردة، كتجبني البنات رطيبة وهشيشة البنات، وكتدوب في الفم. بغيتكم البنات تجربوا هاد الفطيرة، قسم بالله البنات إلا كتجي هشيشة وزوينة، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها، كتحمر الوجه، كتجي واحد الهشاشة فيها، واحد اللذة بدوك الأعشاب اللي درنا فيها. بغيتكم البنات تجربوها، وأنا دائما البنات كنجيب معاكم غير الجديد والاقتصادي والصحي. داكشي يبقى اختياري البنات، باش ما بغيتو تزينوه بالليم بشي فلور الا كان عندكم بحال هذا اللي عندي انا، كنت غادي نديرو حتى لداخل في الحشوه تجي اقتصاديه شويه باش تجي يعني بنينه. درتو غير نزوق به من الفوق، والبنات هما كتستهلكش الوقت في الساعه، كتوجدوها في رمشتين، والمقادير ديالها يعني دائما يكونوا عندنا موجودين في الدار بلا ما نحيرو. بغيتكم البنات تجربوها لانها سريعه، وكتجي هشيشه، كتجي المذاق ديالها حتى واحد البنه ديالها فيها بشكل، كتجي فنه فنه في المذاق.